يا ابوي حميد انت وعيالك ومرضك يا ابوي يا ابوي انا يا رب خلقتنا يا رب خلقتنا يا رب وقلت الشباب وعياله. من أقصى الصعيد جاءت لتبدد وحدتها فتقضي رمضان مع ابنها، فوجدته وزوجته وأولاده جميعا منسحقين مدفونين تحت أطنان من الصخور والأنقاض مع نحو 500 شخص آخر، يقول الأهالي إن دمهم في رقبة السلطات المحلية والحكومية. مايا إيه؟ مايا الجبل مايا بقاله 3 سنين بيقع. يا محافظ القاهرة إيه؟ المايا إيه؟ أهي الكارثة. بص كده المايا إيه؟ عايز اكتر من كده ايه؟ خط بورليف فتحناه بالميه وجبل الدواء وقع بالميه. الناس دي دمها في رقبه محافظ القاهره وحي مشيت ناصر وافرح يا محافظ القاهره. محاصله الاهالي لرئيس حي منشاه ناصر والدويقه وبعض المسؤولين كان احتجاجا على سلطات محليه، يقول الاهالي انها غارقه في الفساد ووصل فسادها للركب، كما قال احد اقرب معاون الرئيس مبارك نفسه وسط مظاهر مختلفه لهذا الفساد من تشجيع للبناء في المناطق المنكوبه مقابل رشا الى منح المساكن الملائمه لمن لا يستحقها. اي المهندس يجي ياخد من ده وياخد من ده سعادتك وسايبينهم يبني. يعني رشاوي الحي بياخد رشاوي والناس بتبني. رشاوي كل اللي ليه قريب هيتجوز يديله شقه، اشي اخو محافظ، اشي ابن اخت موظف عند المحافظ، سكرتير المحافظ موظف في الجهاز، واحنا نموت تحت الجبل مش مشكلتهم. أما الوضع على الأرض فهو كارثي، فالقوات المسلحة المنقذة لمصر باستمرار في الكوارث فقد وصلت معداتها الثقيلة، لكنها تعجز عن الدخول حتى الآن في شوارع لا يزيد عرضها عن 3 أمتار، وشجاعة رجال الدفاع المدني وشهامة الأهالي لا تجدي نفعا، ما يجعل الأمال في إنقاذ المساكين في حكم المنعدم، فلا يبقى لذويهم من الفقراء سوى الشعور بالتجاهل والإهانة والإذلال. احنا مش بني ادمين، احنا حشرات تحت رجليهم. بني ادمين تحت الارض مش عارفين نطلعها. يحفرون بايديهم او بفؤوس بدائيه هذه الانقاض التي دفن تحتها ما لا يقل عن 500 من فقراء المصريين. شهود العيان من اهالي المنطقه يقولون انهم ضحيه الاهمال والفساد، الاهمال بسبب اهمال الشكاوى التي تقدم بها الاهالي عن جبل يذوب من الماء كنشاره الخشب، والفساد في عدم اعطائهم شققا كانوا يستحقونها بحجه ان هذه المنطقه لم تقع بعد، فكانت النتيجه هذه الكارثه المروعه. حسين عبد الغني، الجزيرة، منطقة الدويقة، القاهرة.